محمود ابو المجد وبيقول لزملائي ان هو مدير احد المستشفيات الخاصه. اتفضل يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. انا الدكتور محمود ابو المجد، تحياتي للدكتور علي محروس وللدكتور خالد سمير. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اتفضل يا فندم. انا بس انا متابع الحلقه وده موضوع الساعه، انا بس ليا تعليقين. اتفضل. التعليق الاول، انا هتكلم باسم المستشفيات الخاصه لان كان الزميل الدكتور خالد سمير بيقول انا لا اطلع على الفاتوره. الانواع الحالات اللي بتدخل عندنا كمستشفيات خاصه نوعين، يا اما حاله بعتها الطبيب اللي هي حالته الخاصه محوله من عيادته الشخصيه، ودي اللي بينطبق عليها الباكج اللي بيقول عليه الدكتور خالد، ونحن لا نصدر فاتوره فيها اتعاب الجراح اساسا او المساعدين او اطباء التخدير. النوع الثاني من المرضى اللي بيدخل هو مرضى المستشفى، سواء كان هيدفعوا نقدي او كانوا جهات تعاقد. دي حضرتك في لائحة لكل مستشفى، واللائحة بتبقى خاضعة لإشراف ورقابة العلاج الحر بوزارة الصحة. الطبيب بيحصل على جزء من أتعابه اللي منصوص عليها في اللائحة، وهذا الجزء متعارف عليه في كل مستشفيات مصر. الطبيب يحصل على نسبة 75% من أتعابه الواردة في اللائحة. كل المستشفيات يا فندم بتصدر فواتير، مفيش مستشفى ما تقدر ما يعني ايوه طبعا ما تصدرش احنا فاتورة. احنا مش مختلفين على اصدار الفاتوره، احنا بنتكلم هل الطبيب يا فندم بيبقى عارف ما تم قيمه ما تم تحصيله من المريض نتيجه قطعاً. كشفه عليه او مروره عليه او استشارته؟ قطعا يا فندم، قطعا ده بيبقى ماضي على كده حضرتك في الاجريمنت، بمجرد ما بينضم لهيئه المستشفى. اي حاجه غير كده تحصل وارد، ده حتى عشان يعرف يحاسب المستشفى لو حاله مستشفى مش حاله خالص. انا بعد كده يا فندم انا شخصيا انا ما بيطلعش بصوره يوميه. يا دكتور محمود ما بيطلعش بصوره يوميه على ان النهارده فاتورتك انت بتقول له ايه؟ روح حط فلوس قد كده عشان المبلغ اللي انت حطيته انتهى او قرب على الانتهاء، لكن ما بتقولوش النهارده. المريض يا دكتور علي بيطلع يوميا على حاجه اسمها كشف الحساب، كشف حسابه اليومي، ومن حقه يحتفظ منه بنسخه معاه. ده المريض من المريض المريض يا دكتور خالد. الاستاذ نفسه او الاستشاري لو طلب هذا هيز موست ويلكم، ما حدش بيعترض على هذا لو طلب. لا 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 اعتقد، لكن لا. النقطه الثانيه برضو عشان بس النقطه الثانيه اللي انا عايز اتكلم فيها اللي هي فيما يخص التسعير وعمليات التسعير واللازمه والاسعار الاستشهاديه. التسعير يا فندم، التسعير له فلسفه، ما فيش تسعير بيتحط هابهازارد كده. ايه فلسفه التسعير؟ ان انا عندي حاجه اسمها الادويه والمستهلكات الخاصه بالمريض، ودي اسمها التكلفه المباشره للمريض. في تكلفه غير مباشره ما بيشوفهاش المريض، عباره عن فاتوره كهرباء، فاتوره ميه، فاتوره نظافه، فاتوره تعقيم، فاتوره ايفن في الرواتب الشهريه بتاعت الطاقم اللي بيعمل في المستشفى، رواتب مباشره واهلاك المستشفى والضرايب، لكن ضرايب الرواتب المباشره المريض اللي بيدفع الحاجات دي كلها، الرواتب تكاليف مباشره. يا فندم انا هقول لحضرتك حاجه، انا لو استخدمت مستهلكات وادويه في الشهر بنص مليون جنيه، خلاص على عدد اسره 25 سرير، هصرف قبلهم ما لا يقل عن مليون جنيه ما بين رواتب وما بين كهرباء وما بين ميه وما بين اهلاكات وما بين اصلاح. القصه كبيره يا فندم. لا هو حضرتك يا سيدي بتكاليف، بص حضرتك التكاليف الغير مباشره محسوبه على مستوى المستشفيات يعني كلها من 40 ل 42% من بالنسبه للتكاليف المباشره. تمام. واحنا لما بنيجي نحط اسعار وكده، لا ده احنا بنجيب اساس التكاليف من جامعه، بنحسب المباشر وغير مباشر كله. لا بتحسب بالورقه والقلم، ما نقدرش نقول رقم استشهاد. ده اجابه على سؤال المتصل قبل كده اللي بيقول لك انا كشفت ب 150 جنيه في المستشفى، صحيح خدت بيهم ايه؟ بالظبط. فهو لازم يعرف ان في كهرباء وفي ميه وغير مباشر، والكرسي اللي بيقعد عليه الولد ده ثمنه 30 40 الف جنيه وعمره الافتراضي 5 سنين. بالظبط. فبيتقسم ثمنه على عدد المرضى اللي دخلوا في هذا الوقت. لازم المجتمع يبتدي يفكر مكلفه. لا مكلفه، يفكر في التكلفه الحقيقيه. الناس عندها فكرة ان الطب مجانا،
زي ما اتقال لهم لمده 70 80 سنه. عمر ما حد قال يا فندم ان الطب مجاني. لا لا ازاي بقى، المستشفيات مجانا وكل حاجه مجانا وكل حاجه موجوده. في العالم يا فندم المواطن بيدفع ثمنها، لكن تمام باخد المقابل بتاع الخدمه. تمام تمام تمام.